احنا هذا الفريق مؤلف من 11 لاعب، اصغر واحد عمر 10 سنين واكبر واحد لل 15 سنه. التدريبات عم نعطيهم بالمدرسه بشكل يعني كل اسبوع مباراتين تقريبا، والوضع تمام يعني. لعبنا مباراه مع التطبيقات المسلكيه سابقا ونجحنا كمان فيها، وفي عندنا المعدات الكامله والكادر التدريسي كامل ممتاز الحمد لله يعني، والتمام الوضع التدريسي ممتاز. محمد ابراهيم العيسى، موجه التربيه الرياضيه في لجنه التربيه في منبج في المجمع التربوي. اقمنا هذه البطوله بعد حرمان اطفال المدارس الابتدائيه في منبج في جميع المراحل الابتدائيه والاعداديه والثانويه من متعه الرياضه. وحاليا احنا قمنا هذه البطوله بالتنسيق مع الاتحاد الرياضي العام في منبج، ونشكر جميع ساهم معنا في هذه البطولة من ملعب اليونس وملعب الحسون. عدد المدارس المشاركة هي 20 مدرسة. حاليا وصلنا إلى دور الربع النهائي في هذه البطولة. اليوم كانت المباراة جيدة واستمتعنا يعني استمتعنا مع فريق قوي وفوزنا، يعني رفعنا على الربع النهائي. فزنا 2-1 ضد مدرسة التطبيقات.